السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا. يا رب يعدي الفترة دي على خير. علموا اولادكم ناخد بالنا من النظافة، نبعد عن بعض شوية، ما نلمس حاجات كتيرة برة في المدرسة لان الاطفال رجعت المدرسة. نغسل دايما ايدينا بالصابونة، خلوا الصابونة دايما والمناديل والمعقم في شنطتهم علشان الفترة دي تعدي على خير. النهاردة جاي لكم بحصة ماس جميلة جدا ومهمة جدا في سنة تالتة، بتبتدي من تالتة ابتدائي تقريبا او من تانية ابتدائي كمان في المنهج الجديد. الحصة دي مهمة جدا، هنتعلم فيها البلاس الماينس. يا ريت يا جماعة الامهات وهي بتدي لعيالها الزائد او الناقص علميهم كلمة بلاس ماينس، لان بشوف امهات عندي بتعلم الولد 4 + 5 = 5. ما ينفعش، المفروض اقول له 4 + 5 =، ما ينفعش ادخله مصطلح ماس مع مصطلح عربي. الحصه دي مهمه جدا للتجريب واللغات، هناخد فيها حصه ماس، هناخد عمليه الاديشن، عمليه السبتراكشن. يا رب تكون الطريقه سهله وتستفادوا منها. اللي يعجبه الفيديو ما ينساش لايك، ما ينساش شير، ما ينساش يعمل سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. تعالوا نشوف حصة النهاردة، حصة جميلة جميلة وممتعة، يلا بينا نبدأ حصتنا. بسم الله. هناخد عملية الجمع addition. العلامة دي اسمها plus equal. احنا اخدنا قبل كده عملية الجمع العادية، النهاردة هناخد عملية جمع بطريقة تانية اللي هي addition by carry one. يا ريت لما تيجي أم بتشرح لابنها ماس ما تقولوش 8 + 7، لأن الطريقة دي غلط جدا. أنا بدي ماس يعني أقول 8 + 7 = 8 + 7 = 8 الكبيرة هنحطها في دماغنا، والصغيرة هحطها على إيدي. لازم برضو أعلم ابني إزاي أقول الجملة بالإنجليش. 8 in head 7 on hand. 8 in head 7 on hand. ونقول after 8 يعني بعد الإيت، بعد الإيت. 9 10 11 12 13 14 15. 15 هنكتب يا جماعة ال 15 كلها؟ لا، مش هكتب ال 15 كلها، هكتب رقم الأحاب بس اللي هو الونز 5 وكاري أب 1. حطينا 1 ليه هنا؟ لأن ال 15 مكونة من رقمين. طب لما كاري أب 1 على الفور بقت الفور كام؟ لما حطينا عليها 1 بقت 5 + 6 6 in head 5 on hand 6 in head 5 on hand. after 6 7 8 9 10 11. هنكتب ال 11 كلها؟ لا، 11 وكاري اب 1 يعني 1 ومعايا الواحد. طب لما حطينا كاري اب 1 على 2 بقت 3 3 + 3 = 6. برافو عليكم، لان احنا كنا واخدين عملية الاديشن العادية قبل كده. طيب تاني، لما باجي اعلم طفل البلاس او الماينس ما اقولش 7 + 7، اقول 7 + 7 7 + 7 7 in head 7 on hand. واقول after 7 بعد السيفن، وابقى جايبة 7 على ايدي. بعد السيفن 8 9 10 11 12 13 14. طب هكتب ال 14 كلها؟ لا، هكتب 4 وكاري اب 1. ما بكتبش، واوعوا تكتبوا ال 1 هنا، بكتب اليونت هنا او الوانس هنا وبكتب التينز فوق. طب ال 4 لما حطينا عليه 1، ال 4 لما بقى كاري اب 1 بقى كام بعد ال 4 او افتر 4؟ 5. طب 5 و5 ايدينا الاثنين كام؟ 5 و5 10 0 وكاري اب 1. ليه؟ علشان ال 10 مكونه من رقمين. ال 5 لما حطينا عليها 1 بقت كام؟ بقت 6.
6 و 2 ها 6 بلس 2 6 افتر 6 7 8 تمام يبقى نحط هنا 8 كده عملية البلس سهلة جدا طريقة سهلة باخد الوانس مع الوانس تنز مع التنز الهندردز مع الهندردز ولو حتى عندي 1000 و 10000 و 100000 مهما الرقم كبر خلاص انا عرفت الطريقة 8 in head 5 on hand 8 on head 5 in hand 5 على ايدينا after 8 9 10 11 12 13 هنكتب ال 13 كلها يا ميس لا يا جماعة هنكتب ال 3 وكاري up 1 يعني 3 ومعايا 1 زي ما بنقول في العربي كده 13 3 ومعايا الواحد طب لما حطينا كاري 1 على 2 بقت ايه بقت 3 طب 3 بلس 0 ها هي 3 اي رقم مع الزيرو بينزل زي ما هو كأن الزيرو ده ملوش لازمة خالص في البلس طيب 3 بلس 5 3 بلس 5 5 in head و 3 on hand but after 5 6 7 8 نحط هنا 8 تاني 7 بلس 6 7 in head 6 on hand ونعد after 7 نعد بعد 7 after 7 8 9 10 11 12 13 يبقى 13 13 هنكتب هنا 3 ولا 1 3 برافو عليكم وكاري اب 1 2 و 1 2 بلس 1 3 مش اللي بعد 2 3 3 بلس 4 4 ها افتر 4 5 6 7 نكتب 7 وطبعا اتعلمنا نقرا الرقم المكون من 3 ارقام 733 733 615 600 او حد يقول 51 تعالوا للمساله اللي بعديها بيقول لي 4 بلس 9 بلس 4 9 بلس 4 ما هي 4 بلس 9 هي 9 بلس 4 9 الكبيره يبقى نحطها ان هيد و4 الصغيره يبقى نجيبها ان هاند طيب نقول افتر 9 10 11 12 13 اكتب ال 13 كلها لا 3 وكاري اب 1 5 1 6 اللي بعد ال 5 6 2 و 3 after 3 4 5 يبقى نكتب هنا 5 الريزلت 563 اللي بعدها بيقول لي 368 بلس 425 368 plus 425 هناخد ال 5 مع ال 8 اليونت او ال 1 مع ال 1 8 plus 5 after 8 9 10 11 12 13 هنكتب ال 13 كلها لا 3 وكاري up 1 حطينا 1 على ال 6 ايه اللي بعد ال 6 7 خلاص كده 6 plus 1 لا في plus تاني يبقى 7 بلس 2 ايكوال ها سمع ناس بتقول 9 برافو عليكم 3 بلس 4 ايكوال 7 دي البلس اللي بيبقى فوق بعض او البلس الرأسي عندنا بلس افقي يعني الارقام جنب بعضها بيقول لي 325 بلس 436 325 بلس 436 بنبتدي يا جماعة من اليمين من الوانس الوانس بياخد معاه الوانس التنس بياخد معاه التنس الهندرتس بياخد معاه الهندرتس ما تتلخبطوش الأول مع الأول طب تعالوا نقول 6 بلس 5 6 بلس 5 6 ها in head 5 on hand 6 ايه اللي بعد 6 after 6 7 8 9 10 11 طب يا ميس لما نيجي نكتب النمبرز هنكتبه جنب equal لا
علشان احنا بنعمل عملية addition لليونت لازم احط في اليونت ال 11 هنقول 1 وكاري اب 1 الكاري على اللي بعديه على طول، مش احنا خدنا ال 6 مع ال 5 هاخد اللي بعديه على طول. ال 3 لما نحط عليها 1 بقت 4 4 plus 2 after 4 5 6 4 كده خدنا ال 10 مع ال 10 4 plus 3 after 4 ومعنا 3 ها 5 6 7 نكتب 7 طلع الريزلت 761. طب تعالوا ناخد مسألة تانية علشان اللي ما فهمش الأولى يفهم التانية. بيقول لي 402 بلس 539 هنبتدي يا جماعة من اليمين من ال ones 9 بلس 2 after 9 10 11 هنكتب ال 11 جنب ال equal. ها الناس اللي مركزة، لا يا ميس هنكتب ال 11 بعيد علشان احنا خدنا ال ones مع ال ones. طب ال 11 هنكتبها كلها؟ لا هنحط 1 carry up 1 على ال unit على ال 10 3 1 يبقى 4. طب ال 4 معها 0، قلنا ال 0 ليه اي قيمة في البلس؟ لا يبقى هنحط ال 4 زي ما هي في خانة ال 10. وناخد اخر رقم مع اخر رقم اللي هو ال 100 5 plus 4 5 4. ها after 5 6 7 8 9 يبقى نكتب 9 طلع لي الريزلت 941. ناخد اخر مسألة معنا 253 بلس 637 ها نسأل كده هنبدأ من التو ولا من السري؟ الناس اللي مركزة معايا هتقول من السري، برافو عليكو علشان قلنا هنبدأ من الوانس 7 و3 after 7 8 9 10 هنكتب ال 10 كده كلها؟ لا استني يا ميس انت قلت لنا بنكتب الزيرو وكاري اب 1 على اللي جنبه على طول، مش احنا خدنا اليونت مع اليونت؟ هناخد ال 10 مع ال 10 ال 3 لما حطينا عليها 1 بقت 4 4 و 5 after 5 6 7 8 9 ها ال 9 numbers 1 هنكتبه كله وخدنا التنز مع التنز فضلنا آخر رقم الهاندرد مع الهاندرد 6 plus 2 equal 8 طلع للريزلت 890 دي عملية الأديشن ومهم جدا ان احنا نعرف نعمل بلس لـ 3 numbers. اهم حاجة ان احنا نعرف ان احنا بنبدأ من الوانس من الوانس من الأحاد من الأحاد وبلاش نقول للأطفال اللي بياخدوا ماس زائد بنقول لهم بلس. تعالوا هناخد بعد كده عملية سبتراكشن. سبتراكشن يعني الماينس يعني الطرح. العلامة دي اسمها ماينس ماينس إكوال إكوال. عودوا بقى أطفالكم على كده. أما بنيجي نعمل الماينس يا جماعة يعني تعالوا هنا مدياكوا برضو مسائل رأسي ومسائل أفقي نفس القاعدة في البلس بنبتدي من الوانس بنبتدي من الوانس اوعى تبتدي من الآخر بتبدأ من أول رقم. بيقول لي 862 minus 346 اوعى تقولوا ناقص نقول minus بنبتدي من الوانس. بيقول لي هنا 2 minus 6 طبعا حسمع ناس كتير بتقول 4 يا شياميس بنشيل السكس بنشيل منها تو. لا يا شباب ما ينفعش احنا هنا بنقول تو ماينس سكس ما بقولش سكس ماينس تو. تو ماينس سكس هي تو ينفع نشيل منها سكس؟ لا طبعا. يبقى هنعمل ايه؟ ها بورو وان بورو وان يعني هنستلف واحد بورو وان سكس هتروح تخبط كده على اللي جنبها تو وتقول لها ممكن يا سكس تدينا وان بورو 1 6 يعني سلفيني 1 هتيجي ال 6 لما ناخد منها 1 بقت 5 صح؟
شلنا 1 من ال 6 بقت 5. والتو لما اوعوا تقولوا بقى التو بقت 3، التو بقت 12، التو بقت 12. ونقول 12 ماينس 6. طب يا ميس انا مش هعرف اجيب 12 على ايدي، اعمل ايه؟ عدي من ال 6 لغايه ما توصلي ل 12، عدي من ال 6 لل 12. اقول after 6 بعد 6 7 8 9 10 11 12 هتلاقينا عدينا 6. طيب كده خدنا الوانس مع الوانس. 5 minus 4 5 نشيل منهم 4 5 خدنا منهم 4 اتبقى 1. 8 minus 3 8 نشيل منهم 3 8 على ايدينا كده تشيل منهم 3 يبقى كام؟ 5. طلع للريزلت 516. تعالوا ناخد examples تاني. 900 minus 256. 900 minus 256. هنبتدي من الوانس 0 minus 6 0 نشيل منها 6. ينفع الزير نشيل منه 6؟ لا طبعا. برو 1 يروح ياخد بور 1 واحد من اللي جنبه هيقول له ده نزير ومش معايا. طب تعالى نخبط على اللي جنبنا كده، از 9 هتبقى 8 والزيرو ده هيبقى 10 صح؟ اه. طب الزيرو ده بور 1 هياخد 1 من ال 10 هتبقى 9 والزيرو الاولاني هيبقى 10. طب تعالوا بقى نعمل ماينس كده 10 ماينس 6 10 نشيل منها 6. هاتي 10 على ايدك وشيلي منها 6 ها هيبقى 4. 9 minus 5 9 هاتي 9 وشيلي منها 5. 8 minus 2 8 نشيل منها 2 يبقى طلع للريزلت 644. ناخد examples 781 minus 296. هناخد اليونت او اول رقم الوانس مع الوانس 1 minus 6. 1 minus 6 وحد يقول لي 6 minus 1 5، لان كده غلط، انا بطرح اللي فوق من اللي تحت. الوان ينفع نشيل منها 6؟ برافو عليك وما ينفعش. بور 1 لما اخد من الايت 1 تبقى ايه؟ كلنا من ال 8 1 بقت 7 وال 1 حطينا جنبها 1 بقت 11 minus 6. طب يا ميسي ازاي اجيب 11 على ايدي؟ قلنا نعمل ايه؟ نعد من ال 6 لغايه ما نوصل لل 11 ها after 6 7 8 9 10 11 عدينا كام؟ 5. هنقول 8 minus 5 ولا 7؟ برافو عليكم 7 minus 5 7 على ايدينا نشيل منهم 5 2. طب اخر رقم 7 minus 2 هاتي 7 على ايدك وشيلي منهم 2. يلا اللي بيتابع معايا 5 حلوا معايا علشان تتعلموا. طب تعالوا ناخد example 800 minus 325. هنبدأ من ال 8 ولا من الزيرو؟ برافو من الزيرو. 0 minus 5 ينفع الزيرو أشيل منه 5؟ لا، الزيرو هيروح يستلف من اللي جنبه. هنقولها للأطفال نستلف لو أم بتعلم ابنها ماس borrow 1 borrow 1 can't be مش هينفع can't be علشان الزيرو ده صغير، هيروح الزيرو للي جنبه هتبقى 8 أما ناخد منها 1 بقت 7 والزيرو بقى كام لما اخدنا 1 بقى 10. الزيرو هيجي للزيرو اللي جنبه بور 1 سلفني 1 هيقول له اه ده انا بقيت 10 وكبير ممكن اديك 1 وابقى انا 9 وخد ال 1. الزيرو بقى 10 10 minus 5 هاتي 10 على ايدك وشيلي منهم 5 equal 5. 9 minus 2 9 على ايدينا نشيل منهم 2 7 7 minus 3 7 ها on hand ونشيل منهم 3 equal 4. نيجي للمثال اللي بعديه 761 minus 435.
ال1 ماينس 5، ال1 هنشيل منه 5، ينفع؟ برافو، سمع ناس بتقول لا مش هينفع يا ميس. يبقى ال1 بور 1، ال1 هيستلف 1 من ال6، تبقى ال6 بقت 5، وال1 لما نحط جنبيه بقى 11، 11 ماينس 5. اجيب 11 ازاي يا ميس؟ على ايدي. عدي يا حبيبي من ال5 لل11، after 5 هنعد من ال5 لل11، 6 7 8 9 10 11. طلع لي على ايدي كام؟ 6. 5 minus 3، 5 نشيل منهم 3 equal 7 minus 4، 7 نشيل منهم 4 equal. برافو عليك، 326. تعالوا لآخر مثال في المسائل الرأسي. 600 minus 426. هناخد الزيرو مع السكس، ينفع الزيرو أشيل منه سكس؟ لا طبعا يا ميس مش هينفع. طب نعمل إيه؟ الزيرو بور ون، ده أنا زيرو مش معايا أنا كمان. تعال نخبط على السكس ناخد منها ون، تبقى السكس بقت 5 والزيرو ده بقى 10. طب الزيرو لما يجي يستلف 1 من ال 10 بقى 9، والزيرو ده بقى 10. اقدر اجيب 10 على ايدي؟ اه، 10 ماينس 6، هاتي 10 على ايدك وشيلي منهم 6. ها سمع ناس بتقول 4، برافو. 9 ماينس 2، هنشيل منهم 2 7. 5 ماينس 4، 5 هنشيل منهم 4 اتبقى 1 174. كده اخدنا الماينس اللي هو الرأسي. تعالوا ناخد الثلاث مسائل او اربع مسائل على الماينس الافق اللي جنب بعض. 872 minus 538. هنبتدي زي البلاس بالظبط، اوعوا تبتدوا من الاخر، بنبتدي من الاول من الوانس. طب حد يقول لي نقول 8 minus 2 ينفع؟ لا. ليه؟ هو ينفع ماينس 538 من 872؟ لا طبعا ما ينفعش. انا بطرح الكبير من الصغير. 2 ماينس 8 كانت بي، ما ينفعش. بورو 1، بورو 1 من 7 تبقى 6، وال2 لما نحط لها 1 جنبها بقت 12، بقى 12 ماينس 8. نعد من ال 8 لغاية ما نوصل لل 12، 8 9 10 11 12. عدنا كام؟ 4. اوعى تحطي ال 4 جنب equal. ناخد ال 10s مع ال 10s، خلصنا خلاص كده ال 1s. ناخد ال 10s، 7 minus 3، 7 نشيل منهم 3، ها 7 على ايدينا شلنا منهم 3 ابقى 4. 8 minus 5، 8 على ايدينا. احنا غلطنا هنا لان احنا هنا بور 1، انا اسفه، بقت 6. 6 ماينس 3 هتبقى 3. احنا هنا شطبنا على ال 7 يا جماعه، بس الخط مش باين، بقت 6. تمام. 8 ماينس 5، 8 نشيل منهم 5، 3 بقت 334. ناخد اكزامبل ثاني. 750 minus 239. هنبتدي يا جماعة من الزيرو. 0 minus 9، ينفع الزيرو يشيل منه 9؟ لا. الزيرو احنا بقى بنقولها ايه؟ 0 minus 9 can't be. can't be يبقى نستلف 1، borrow 1 من الفايف بقت 4، والزيرو بقى 10. 10 minus 9، 10 نشيل منه 9، 10 على ايدينا خبي منه 9. خدنا الوانس مع الوانس. اوعى تقولي 5 minus 3، هنقول 4 minus 3 علشان خلاص احنا شطبنا على ال 5. 4 minus 3، 4 على ايدينا نشيل منهم 3 يبقى 1. ها 7 minus 2، 7 نشيل منهم 2 يبقى 5، بقت 511. تعالوا ناخد examples تاني.
800 minus 522 0 minus 5 بنبتدي من الوانس 0 نشيل منه 5 can't be borrow 1 can't be borrow 1 ينفع ناخد من ال 8 1 بقت 7 ال 0 بقى 10 الزيرو بورو 1 من التن يبقى التن ده هيبقى 9 والزيرو ده هيبقى 10 10 ماينس 5 10 على ايدينا ونخبي منهم 5 9 ماينس 2 7 ماينس 5